غير صحيح، لكن هذا لا، هذا كلام غير صحيح، لكن هذا ينطبق بالنسبة للقادم يدخل المسجد فيطوف مباشرة. وكما هو معلوم بعد انتهاء من الطواف يصلي ركعتين عند المقام، فالكلمة التي تقال تحية المسجد الطواف هي أولا ليست بحديث يعني مرفوع إلى الرسول عليه السلام، إنما هو قول بعض الفقهاء من الحنفية. ثم المقصود بها هذا القادم الذي يطوف طواف القدوم وبعد الطواف يأتي مقام إبراهيم فيصلي ركعتين، فهو طاف وصلى ركعتين، فهذا أحسن من الذي يأتي المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، لأن هذا في معه زيادة عبادة وهو الطواف، لكن ليس من تمام تحية المسجد بالنسبة للمكي أو بالنسبة للآفاقي المقيم ولو أياما، مثلا أنتم أو غيركم ممن يقدم لقضاء عمرة الحج فبيطوف وبيسعى وبيقصر أو بيحدث وبينزع إيش ثيابه، هذا تمت العمرة، يصير بقى بيتردد على المسجد الحرام لبقية الصلوات، فهو إذا دخل لا يشرع في حقه بناء على الكلمة السابقة تحية البيت طواف أنه يطوف ويصلي ركعتين. يصير الحكي ولا لازم رأسا على الطواف؟ لا، هو بلا شك رسم الطواف، لكن قد لا يتيسر له مثل ما صار مع أبو محمد وصار معك، فهو ما بدأ بالطواف لأن الوقت ضيق، أنت بدأت بشوط بشوطين ما قدرت تكمل، فدخل بين إتمام الطواف وأداء ركعتين عند المقام صليت الفريضة. الشاهد أنه لا ينبغي أن نفرق بين المسجد الحرام في قضية أنه تحية المسجد الحرام هما الركعتان، لكن ركعتين بيجوا بالنسبة للقادم المعتمر أو الحاج بيجوا بطبيعة الحال بعد الطواف. في حالتي أنا اللي كنت أصلي ركعتين الفريضة قبل ما يصير وقت العصر، ايوه هون ما في حاجة انك تصلي تحية المسجد الا اذا كان عندك وقت وبتريد تكسب اجر اكثر، فبلا شك تصلي ركعتين تحية وتسلم بعدين تأتي بالفريضة اذا كان في معك وقت.